السيدات والسادة السفراء والمستشارين الثقافيين وممثلي الهيئات الدبلوماسية واليونسكو، أنا كنت بحضر أسماء الدول اللي حاضرة، ولكن لما شفت عدد السفراء والمستشارين الثقافيين الموجودين تقريبا من دول العالم كله، فمش هذكرهم بلد بلد، بس أشكرهم على حضورهم اللي فاق فعلا توقعات. أنا شايف العالم كله ممثل النهاردة. السيدات والسادة، مديري المعاهد الآثار الأجنبية بمصر، الزميلات والزملاء، أساتذة الجامعات المصرية، قيادات شرطة السياحة والآثار، السادة الإعلاميين وممثلي وكالات الأنباء المصرية والإقليمية والدولية، زميلاتي وزملاء الأعزاء العاملين بوزارة الآثار المصرية، الحضور الكريم. كما تعلمون جميعا، تفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف الفني الإسلامي بعد إعادة تأهيله صباح الأمس، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ومجموعة من معالي السادة الوزراء وقيادات الدولة. الحدث هام جدا. كما تعلمون حضراتكم، الإرهاب الغاشم تعرض بشكل مباشر للآثار المصرية ممثلة في متحفين. في أغسطس 2013 قاموا بتدمير ونهب وسرقة وحرق الآثار الموجودة بمتحف ملاوي بالمنيا. استطاع العاملون بوزارة الآثار الانتهاء منه وافتتاحه يوم 22 سبتمبر الماضي كانتصار أول على الإرهاب. نجتمع اليوم للاحتفال بالافتتاح اللي تم بالأمس، هو انتصار آخر على الإرهاب في متحف الفن الإسلامي بوسط القاهرة، أكبر متحف للفنون الإسلامية في العالم، أنشئ سنة 1903، متحف عمره 113 سنة، حصل له عدة مشاريع ترميم ورفع كفاءة أشهرهم 1983، ثم في الألفينات وتم افتتاحه عام 2010. يوم 24 يناير 2014، تتذكروا حضراتكم جميعا الحادث الإرهابي الخسيس، عندما تم تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة، اللي الحمد لله تم إعادتها أفضل من الأول الحمد لله بجهود وزارة الداخلية. وبالأمس الانتصار الثاني والكبير على الإرهاب، إن متحف الفن الإسلامي رجع أحسن من الأول، وهي رسالة للعالم كله تدل على حرص القيادة السياسية المصرية وحرص الحكومة المصرية على حفاظ على تراثها الفريد، وإعلان واضح أنها أقوى من الإرهاب الذي لن ينال منها أبدا في يوم من الأيام.